السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القلب كيدمي دم والعين كتدمع بالدموع والنفس شوية ما بقاتش كيف ما كانت. كنا نصبحوا على أحبابنا وعلى أصحابنا وعلى أولادنا وعلى أهالينا. دابا الأمور شوية في هاد السنين هذه الدنيا غادية في وقتها والناس عايشين وكل واحد كيجيب العدد ديال العمر ديالو اللي غادي يعيش فيه في الدنيا. واللي صار على شي حد مكتاب لي. والإنسان اللي بغى يغير القدر ديالو كيمشي للانتحار. وكان نرجعو كنقولو الله سبحانه وتعالى يسهل الامور للناس باش ما تمشيش الانتحار وكتخليهم يكونوا مؤمنين. والحمد لله على الاسلام، ما كنشوفوش شي حويج في الاسلام اللي يخليونا نخمموا فيها وعلاش هي هكا. بالعكس، كل ما كنشوفوا شي حاجه في الاسلام الا وكنفتخروا اننا جينا للدنيا مسلمين. كنصليو على الرسول عليه الف الصلاه والسلام، حبيب الامه، شفيعنا يوم لا شفيع الا سواه. جينا اليوم لقينا الناس كلها كتكلم على واحد الانتحار ديال واحد السيدة هي والزوج ديالها. غير باش نقول لكم الحقيقة كلها عندي ما كيناش، باش نقول لكم اجي نقول لكم شنو تقالوا نعودوا لكم، راكم كتحلوا القنوات كتقولوا، ولكن انا جيت نحلل معكم واحد شوية. كيف دايما اول حاجة تنقولوا الله اعلم شو بين هذا الرجل وهذه المرأة. الى ملحانو تيقول السيد هبط مع الستة ونص تقدل وليداتو، يعني الحياة كانت طبيعية في البيت، او ممكن تكون فيها شوية ديال النقاش والراجل هبط الوليدات باش يشري لهم شي حاجة باش ما ينتبهوش، يعني النقاش بادي شوية. طلع السيد هو المرأة ديالو، اكيد ان هاد السيد عنده نقاش بحال المرأة وراجلها في اي بلاصة في اي بلاد في اي في ناحية من العالم. الا وكيكون واحد النقاش، هذا نقاش طبيعي كيعرفوا اي واحد، ما نحتاجوش نشرحوه الرجل والمراه ديالو، الا وكيتناقشوا لان العشره كدوم وما كيبقاش واحد الحاجز بيناتهم في كل شيء في حياتهم العاديه كلها. ما كيبقاش واحد الحشمه وما كتبقاش واحد يخبي عليا نخبي عليك، تيكونوا منفتحين على بعضياتهم والسر تيكون بيناتهم مشترك. حتى الا كان النقاش عندهم علاش يناقشوا، لان الناس مع بعضها عايشة مع بعضها الحلو والمرة، كيعرفوا شي حوايج اللي ممكن سادين عليهم بابهم، كيعرفوا غير بوحدهم كيعرفهمش الولاد. اكيد غادي يكون نقاش وما غيبغيوش يجلسوا يهضروا حدا الدراري، غادي يطلعوا للسطح. ملي يطلعوا للسطح ما كانش عندهم نيه انتحار، لان لو كانت عندهم نيه انتحار كانت المراه اقرب ليها الشرج من اللي حداها. لكن السيده والسيد طلعوا للسطح اكيد باش يتناقشوا في موضوع عندهم الله اعلم. جينا نربطوا الكلام اللي قال السيد اتصل به مع الجوج وكان انسان عادي وكيقول لي شوف ليا شي واحد يشري ليا الطاكسي، اكيد ان كاين موضوع مادي. احنا غاديين غير دقه دقه كنقولوا في الاول وفي الاخير الله اعلم. شوف لي شي واحد يشري لي من عندي الطاكسي. السيد نصحو قال له لافونتاج اللي عندك غيرنا احنا يا صاحب الطاكسيات ان الطاكسي باسمك والكريمه باسمك، يعني منين طرق انه بغى يبيع التجأ لشي واحد اللي واثق فيه وعارف كيعرف الناس وعارفه انه ممكن كان حوار مسبق بيناتهم انه تيعرف شي حد بغى يشري الطاكسي او هو كان بغى يشري الطاكسي او غير ثقه فيه كبيره. قال انا نتصل بهذا السيد هو الاول، الله اعلم شكون من بعد ثاني اتصل فيه وطلب منه باش يشري يتشاور معاه باش يبيع الطاكسي او يشري من عنده الطاكسي. لحد هنا الامور كانت عاديه طبيعيه. نقاش في الدار ما كيعرفوا حتى واحد لان المتصل ما كتعرفش شنو عنده، واللي كيسمع المتصل عليه كيسمع بس يا اما كاين نرفزه معاه. هو السيد اللي سمع من عنده قال لك انسان عادي ولكن طلب منه، يعني كاين نقاش مادي والماده ما عندوش منين غيجيب الفلوس، غادي يطرق للتاكسي يبيعو، ممكن غيشري شي حاجه، ممكن عندهم ديون، ممكن عندهم شي مشكل، طلعوا باش يتناقشوا فيه باش ما يهضروش حدا الدراري. نرفزت المراه كتعرفوا الشيطان تيكون بين الرجل والمراه، تيكون بجوج ديال الناس. الناس مضغوطه نفسيا،
قبل ما يطلعوا الفوق او قبل ما يتناقشوا هذا النقاش. اكيد كاين نقاشات قبل اكيد ماشي على المدى البعيد، حنا تنقولوا يمكن لان قرب شهر باش يجي خصو يخلصوا الكراء الا كانوا كاريين، حنا بس كنخمنوا وكنحللوا باش ما نظلموش الراجل نقولوا هز المراه ولاحها، ممكن يهزها يدفعها يلوحها الا كان ما غاديش يتلاحي الا ما يطلع فوق السور كيف ما قال السيد لقيته واقف فوق السور. كي غيدير لهاد المراه اللي غادي تلاح؟ وكيف ما تلاحت هاد المراه غادي تكون الطريقه ديال اللحن ديالها معروفه عند الشرطه العلميه، لانهم غادي يبحثوا في هذا الموضوع وغادي يشوفوا الحركه كيفاش طاحت وردت الفعل ديالها، واش كان فيها الخوف، واش 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 واش، لان هادشي ما كان نجتهدوا فيه حتى نعيو ونخمنوا فيه حتى نعيو، ما كنعرفوش قد الناس اصحاب المهن اللي مطرقين لهادشي وعارفينه ومحترفين فيه. لحد هنا حنا عرفنا ان السيده انتحرت، نزلت طاحت. السيد قال لك طلع الفوق وبقى تيقول غادي يسحروا ليا، بغاو ياخذوا ليا الطاكسي ديالي، بغاو يديروا ليا، بغاو يديروا. ممكن ممكن ايه ممكن لا، ممكن ردة الفعل ديال المرأة اللي طاحت. كيفاش السيدة طاحت والناس شافوا وسمعوا وطلع غير واحد شاب صغير؟ واش كيهضر بالصح ولا تيكذب؟ الا كان تيهضر بالصح علاش ما مشيتيش عنده وشديتيه؟ الا كان هو واقف فوق السور ما عندكش كيفاش دير تتشدو، اكيد خصك تهضر معاه باش يرتاح وينزل. لكن علاش ما طلعوش الجيران؟ علاش ما طلعوش الماره؟ علاش ما طلعاتش؟ علاش ما هضرتوش مع هاد الناس؟ لان هادشي اللي صاير راه كيخص فيه الناس. ربما تقولوا لي لا راه كانوا طالعين في الدروج في بوحدهم في السطح وكان حوار بيناتهم وما عرفوش شكون اللي صار. ايه ممكن اخر كلمه قال ان سرقوا لي الطاكسي، سحروا لي باش يديو لي الطاكسي. هذا ممكن ممكن، يعني ما نقدروش نقولوا ايه، ما نقدروش نقولوا لا، لان الحادثه اللي صارت بين جوج الناس، شكون هو الشاهد الحقيقي اللي عارف كل شيء او ربما عارف شويه؟ والدليل هو انه الوالدين بجوج طلعوا لفوق، يعني قد ما سدوا الباب او هضروا بشويه او كانوا جالسين وتناقشوا، لان النقاش ملي كيكون بين جوج ما كيبردش حتى شي واحد، قليل اللي حتى يبرد واحد الاخر كيهضر. اكيد كاين همسه الكلام ما بين جوج ديال الناس ثالثهم فهم، هي البنت اللي عندها 7 سنين اللي تيقولوا دابا ما صبراتش. هاد الناس ما صبروش وعندهم وليدات رزقهم لهم الله، الناس كاينين طالبين غير وليد التبني وما كيوصلوش. ما غاديش نقولوا لا وعيب عليهم وحرام عليهم، لان ضغط الحياه اليوميه اللي صارت دابا قويه بزاف، الغلا صار، الانسان حتى ما كيقدرش يغلب عليه ولو يكون عنده طاكسي. فين كيمول الطاكسي اللي كنا غير كاري ما شاء الله عليه تيكون مبرع مرته ومبرع وليداته كيدخل اليوميه مزيان؟ اليوم ما كاينش ما كاينش ما كاينش حتى شي نقابه اللي هي قويه اللي تقدر تهضر هادشي بصح. ربما كاينه نقابه ولكن ما كتغطيش كلشي، كاينين بعض الناس اللي كيتشكاو من هاد النقابات اللي كيديروا بغض النظر على حرفه الطاكسي او حرفه اي حاجه. كاينين بعض النقابات اللي كيغطيو غير الصحاب ديالهم، لونتوراج ديالهم، او شي حاجه هكا متوسط للتاني. حنا قلنا الحقيقه ديال هادشي اللي صاير عند البنت الصغيره، وفي انتظار ان الشرطه تحقق وهادشي ما غاديش يفوت عليها، غنخرجوا لكم فيديو اخر وغادي ناكدوا فيه شنو صاير. اما شكون اللي دفع شكون وشكون قتل شكون، لو المراه ما بغاتش طيح من خاطرها وانفعلت وعندها اضطرابات في النفسيه ديالها في هذيك اللحظه في هذاك النقاش، ما كانش غادي تكون سهله باش تطيح. طبعا سواء لاحها او ما لاحهاش، تقولوا على سمع الصوت ديال البومبيه وطاح فكر انه الشرطه، عادي حتى لو ما ديرش، حتى لو ما ديرش ما تقومش بالعمليه ديال القتل او مع عمليه الدفع او مع أو عمليه سرقه، كتكون ديك اللحظه اللي انت عشتيها في هذيك اللحظه اللي بينك وبين واحد الشخص كتخاف انه يجي، وفين وفين وما كاين حد معاك. حنا لهنا ما كنبرروش الراجل، ما كنبرروش المرأة الله يرحمهم، لكن النقطة الوحيدة اللي غادي تحكيها البنت وغادي يبقى
الشرطة تتحقق فيها وكتزيد، لأن بنت صغيرة وكتسولها وكتزيد وكتعيب، هي اللي غادي تنطق بواحد الكلمة لربما في البحث الأول أو البحث الثاني أو البحث الثالث، إلا وغادي تطيح على الشرطة وغادي تربط الخيوط. أكيد أن هاد السيدة كيقولوا عليها سيدة مزيانة وطيبة، وهو المرض ديالو الثانية ولد معاها 3 الوليدات، أكيد مرتاحين، أكيد غلبهم الزمن، لكن غادي يكون السبب شي حاجة بسيطة وما قدرش يتغلبوا عليها، تغلب عليهم الشيطان فيها. هنا تنرجعوا تنقولوا أن الإيمان ديال الناس يكون قليل، ولو تكون مزيان وتكون ظريف وتكون، لكن ما عندكش إيمان قوي، إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى أنه غادي يعطيك واحد النهار. خصكم ترجعوا المستمعين لعند الناس اللي ما كانش عندهم وصار عندهم، الناس اللي ما كانوش كيتحركوا وقالوا الدنيا وقفات ومشاو اشتغلوا وتحركوا، قال لك تحركوا ترزقوا وصار عندهم، يمكن ما عندهمش بزاف ولكن عندهم شوية ومغطيين، واصلوا الحياة، تقدموا لقدام، غلبوا الوقت، ولو أن الوقت دابا كتغلب بالغلا وإنما غلبوا الوقت، تحداوها كبروا وليداتهم. علاش ما يكونش إيماني بالله قوي ونقول أن غدا غادي تشرق الشمس، وغدا تقدر ما تشرق الشمس او تشرق وتعاود تمشي تغيم وسط الغيام ديال الشتاء والبرد والعواصف، لكن مصيرها تشرق الشمس. علاش ما نعطيوش الامل لنفسنا ان بكره ولا بعده ولا بعده غادي تشرق الشمس؟ هنا فين كنقولوا ان اي انسان عنده مشكل خصو يجلس مع نفسه، ما يبقاش يشوف الغير، ما يبقاش يشوف شنو قال، سواء ان عندك كرة مول الكرة تيدق عليك، ما عندوش ما نعاودش انايا نمشي نكري نفس المبلغ اللي انا كريت مثلا، نكري بيا حتى نغلب على الوقت، او نمشي لدارنا نرضى بهم، او نمشي لدار ناسي نرضى بهم يعاونوني، نقدر اني الا دخلت عليهم نعاونهم، نعطيهم واحد المبلغ ديال المصروف، وانا المبلغ اللي غادي نكري به مثلا كنت غنكري بواحد 40 ولا 50، نحيد ديك 30 محطه و20 نعطيها ليهم ديال المصروف، ومره مره نجيب معايا في وسط السيمانه ندير غديوه مزيان، نجيب معايا شي حاجه في يدي اللي هي كتستهلك يوميا بحال الزيت بحال السكر، نخفف على دوك الناس باش منين يكونوا قاد ما نتقل عليهم، ما هما متقلين عليا، ما هما متقلين عليا يقولوا لي راه مشى المصروف، ما انا متقل عليهم نقول راه هاد الناس كيصرفوا كيسالوا فلوسهم وانا باقي متقل عليهم. مره مره نشري واحد جوج ديال الطيور ديال الدجاج ونجيبهم نحمرهم ونجلس معهم برا ديال المصروف اللي عطيتهم، مره نجيب حوته ولا شويه الحوت ونقليه، مره في الاسبوع الانسان غير يفكر كيفاش يدير غادي يعيش، غادي يعيش وغادي يعجبوه الناس يعيش معهم والناس يعجبهم يعيش معهم. هنا ملي ما كنجلسوش مع نفوسنا وكنبقاو نقولوا الخايبه وكنقولوا الزوينه وكنشدوا الزوينه كنعيشوا عليها، بحال واحد السيده او واحد السيد مترافقين معاه صحاب جيران رفقها في الخدمه، تيكون بيناتنا واحد الطاتش ديال الحياه، كيهضروا معايا كنهضر معاهم كنتناقشوا، كيدوز عندهم شي مصروف كيدوز عندي شي مصروف، هاد الناس في المواقف الصعبة كنلقاهم، ولكن ملي كنلقاهم وكيكون ان الوقت اللي كنبغيهم وما كعندهمش شي يديروا ما كيقدروش بعض المرات كنتقلق انا وكيطلع ليا الزعف، وتنقول هاد الناس ما مزيانين شويه، ما كنقولش راه وقفوا معايا اولا راه قالوا لي واحد الكلام طيب واحد النهار، لا، تنشوف غير هذيك اللحظه اللي ما دروش معايا فيها مزيان، وهنا الانسان كيكون خايب مع نفسه وتيكون اناني وما تيبغيش العشرة وما كيتعاماش. الا حنا جينا نتعاماو على بزاف ديال الحوايج وحاجه وحده زوينه كنطولوا العشرة، كيقدر هذاك الانسان اللي هو دار معانا خايب ودار مره وحده زوين يراجع نفسه ويقول الله الا عمرني ما درت معاه مزيان غير واحد، وكيضحك مع نفسه انه ما دارش حاجه، ولكن انا هذه المره غادي نفيق براسي، غيفيق بعيبه. مزيان الناس تفيق بعيبه خصوصا في الرفقه، ولا بغيت نرافق شي حد خصني ندير من بيني وبين واحد المسافه ديال الاحترام، وما نتقل عليه ما نخليه يتقل عليا، ندير واحد الحدود باش ما ندخلش في واحد المرحله ديال الاكتئاب. وهذا الشيء كنهضروا على الرفقه وعلى الاصدقاء وعلى الاخوه وعلى الجيران وعلى حتى الزملاء، وكنأكدوا عليه بزاف حتى مع العشره الزوجيه، لان الازواج الا احترمناهم وقدرناهم ودرنا هذه النقطه الاحترام بيننا وبينهم
أكيد ومؤكد كتزيد الحياة القدام وكنعيشوا أحسن. عندنا واحد الفترة اللي كنتزوجوا كنعيشوا واحد اضطرابات وكنعيشوا واحد صراعات لغاية ما تيكبروا لنا الدراري وكيخدموا، تما فين كتبدا الحياة الزوجية مع الناس متزوجين، كتحلال الحياة مع الزوجة، كيخرجوا كيلبسوا كيعقلوا كيمشيو ياكلوا كيشربوا كيسافروا. علاش ما نجريوش لهذيك اللحظه ونعديو داكشي اللي داز وما نبقاوش نحكروا فيه؟ يمكن خرجنا شويه على الشرح بزاف، ولكن هذا هو صلب الحوار، لان ما كنعرفوش السبب باش ماتت هذه المراه، وانما حللنا باش ما نقولوش هذا راه مات في اخر كلامه قال، ولا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، الله يرحمهم بجوج، والله اللي عالم ما بيناتهم، والله يوفقهم لما فيه الخير يوم الحساب، والله يوفقهم ويثبتهم عند الحساب، والله يسهل عليهم ويسهل علينا احنا احياء، ويكتب علينا مكاتب ديال الخير، والله لا يسلط علينا شي مرض ولا شي اضطراب ولا شي حالة نفسية، لانها كتجي من غير ارادة وما كنخططوش ليها. كنتمنىكم وديما كنشكركم انكم ديروا لايك بزاف، انا ما كتعطونيش حقي في لايك لكن كتعطوني حقي في المشاهده. كنتمنى ان هاد الامور هذه اللي كنطرحوها، لان ما كنجيوش وكنطرحوها كان كاينه، ولا انما كنحللوها باش تكون عندنا مصداقيه. السلام عليكم، ويا ربي يرحم هاد الناس، الناس اللي باقيين عندهم هاد المشاكل بحال هادي، كنتمناهم انهم يراجعوا نفسهم شويه قبل ما يقوموا بشي حاجه، لان اللي مات مات، واللي بقى في الدنيا كيبقى غالي للسن، داير خايب ما كيقولوش راه دار مزيان، ودار مزيان ما تيقولوش راه دار مزيان، يعني في كلا الحالات لو كيقولوا شي حاجه خايبه، بحكم ان الناس الشاهدين ديال السيد اللي خدامين معاه انه راجل طيب وناس مزيان وراجل مزيان، المرأة هي كيذكروها الجيران انها يعني جارة وصديقة ومرأة معقولة، لهذا كنطلبوا لهم الرحمة والمغفرة، والله يغفر لهم دنيا واخرة، والله يكون مع دوك الوليدات الا كانت بصح الكريمة ديالهم والطقسي ديالهم، الله يحنن فيهم العائلة ديالهم، يعيشهم بهذاك الشيء اللي عندهم، والله يسر الامور، والله يخفف عليهم ما نزل، والحقيقة ما زالت تبان، وكنتمنوا ما نبقاوش اللي مات نقولوا عليه شي حاجه، والله يوقف هذا الموت وهذا الانتحار وهذه الماساه وهذا الجرائم اللي كل صباح كيصبح عليها المغرب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.